يقول: ما رأيكم في من قال أن من قرأ آخر 5 آيات من سورة الكهف وحدد الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه فإنه يقوم بإذن الله؟ لا أعرف لهذا، لا أعرف لهذا أصلا، لا أعرف لهذا أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر آية الكرسي، ذكر آية الكرسي وأن من قرأها عند النوم فإنه يحفظه الله بها، فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فيقرأ آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ويدعو عند النوم، والنية إذا عزم على القيام أعانه الله عز وجل، إذا عزم على القيام أعانه الله، ويوصي من يوقظه إذا كان حوله أحد، أو يجعل ساعة يوقظه. نعم.